لتحصينها ضد أي تغيير من طرف المشرع العادي. هذه يمكننا أن نقشها بحال مثلا المادة الأولى من المدونة ممتازة مع ضرورة بعض التعديلات. المادة 51، المادة 54 ممكن أن تصبح مواد دستورية. علاش؟ باش إلا تغيرت أغلبية البرلمانية ما يمكنش تغيرها. تحديد سن الزواج في 18 سنة بدون استثناء. حقيقة عند بلوغ سن 16 سنة يمكن أن تكون هناك خطبة بدون زواج. ولكن حتى يوصل هذوك أحد الأطراف 18 سنة عاد يقر تلك الخطبة ولا يتخلى عنها بدون تبعات. لا تعويض ولا تشحة. لماذا؟ ليكون أهلا لاتخاذ القرار بتكوين أسرة، وهذا قرار خطير. كاين اللي كيقول لنا وتريدون العلاقات الجنسية الرضائية وملي كنبغيو الزواج ديالها كترفضوا يقوموا بعرض. يا سيدي على الزواج الصغيرة، ترى جواز تلميذة عندها 15 عام مع تلميذة عندها 16، وجواز صغيرة هو واحدة عندها 12 13 مع واحد قد لي عنده 70. راه هادشي اللي هذا زواج صغيرة اللي كان واش داك النقاش اللي كاين في فرنسا هو اللي كاين هنا في المغرب؟ متى يمارس المراهق الجنس؟ واش هذا هو النقاش اللي عندنا حنا في المغرب؟ أنا في المغرب زواج صغيرات وأستسمح ربما ما عنديش إحصائيات، ولكن أقدر أنه في أكثر الأحوال هو نوع من استجرار البشر، لأن العائلة فقيرة والأخر عنده الفلوس وكاين زوجة صغيرة. كنظن في أغلب الأحيان ربما، يعني ماشي كل شيء صحيح، ولكن ربما تكون بمعنى أن المشكلة اللي مطروحة عندنا يا أخوات ماشي هي بنت عندها 14 عام مع صديقها عنده 15 عام وكيموتوا في بعضياتهم، قال لك ما بغيتش تزوجونا غادي نتلاحقوا في البحر ولا شي حاجه. ماشي هذا المشكل الحقيقه، انا ماشي هذا هو المشكل. المشكل عندنا هو رجل كبير ياك هذا كان مزوج وداك الشيء بغى يزيد وحده اخرى صغيره او بغى اصلا يتزوج وبغى يتزوجها صغيره ويفرح راسو. لا، والمشكل هو هذا التناقض. شوف دابا القانون الجنائي لحبيته، القانون الجنائي لحبيته، ياك تيقول لك إلا مشيتي مارستي الجنس مع شي وحده ما وصلتش 18 عام هذيك جنحة ديال هتك العرض ولو بقبولها. ما كنهضرش على الاغتصاب، الاغتصاب راه جناية. هذا مشى هي اللي قالت لك يا الله واخا ياك، ولكن في نفس الوقت تنقبلوا انه نفس الشخص يعقد عليها وبالتالي يولي عنده الحق يسميتو ارور. كو القانون الجنائي كي يجب ان زواج القاصره نحيدوه، واللي داروا يدخل الحبس. نعتبروا بانه كان حتى توصل للسن ديال هذا وعطى الحق تقرر ذاك الساعات ضمان المساواه في الارث بين الرجل والمراه. من منطلقات ان مبررات قاعده الذكر مثل حد الانثيين انتفت. علاش؟ لان الاصل في المنظومة الإسلامية، أي في منظومة الشريعة الإسلامية كما رسمها الفقهاء منذ 12 و13 سنة، هي أنه الرجل 13 القرن هو أن الرجل هو اللي كي ينفق على زوجته وعلى أخته وعلى كل شيء، وإلا عندهم ماشي ممتلكات يحتفظوا بها الرسوم، ما ينفقوا على حتى شيء، هو اللي كينفق على كل شيء. هذه القاعدة ما بقاتش. إذا القاعدة تكون تدور القاعدة مع علتها وجودا وعدما، بما ان هذه القاعدة ما بقاش من اللي كيتكلم تقول لكم الريق تقول لي لا 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 لا، الريق انتفت موجبات كذا، اذا سقطت القاعدة اذا نجرب الريق في القانون الجنائي. الريق ما بذكرش في القرآن بنصوص قطعية. طيب، من المطالب وامضي منع التعدد. منع التعدد، انا اش من حجة غنقول على التعدد؟ واش من بعد 70 سنة باش طالب الفقه المتنور مشخصا على الفاسي الله يرحمه، ونحن درسنا الاستاذ على الفاسي واللي درسنا الاحوال الشخصيه في الكليه، كانت اخر من اواخر الدروس اللي قراها الاستاذ على الفاسي، كانت ودرسنا على يديه 1952 وكتاب نقد ذاتي راه تكتب في الحقيقه في 49، يعني 70 سنه أو 71 أو 72 سنة باش طالب بمنع التعدد. وحنا اليوم تنقولوا يلا رجعوا داكشي اللي قال عندنا الفاسي وكذا. من المطالب ديالنا هو تغيير لغة المدونة. مثلا تعويض الأبوين بالوالدين.
دابا حتى الابوين دخلتي الاب ماشي الام، علاش ما قلتيش الاميين؟ الابوين بالوالدين وجوب لا فقط الزوجة على زوجها بمجرد البناء. وإلا كان سميتو الطلاق قبل العلاقة الجنسية يعني كيمشي بمعنى أن أصبح الصداق أصبح مقابل للعمل الجنسي. كيف أنا ربيت بين العلاقة؟ هو ملي كنجيو لتعريف الصداق تيقول لنا هو ما يبدو الزوج لزوجته إشعارا لها بالمودة والمحبة ماشي رغبة في ممارسة الجنس. هذه كلمة بناء، كلمة معاشرة زوجية، كلمة دخول، كلمة متعة، كيمكن مثلا تقترحوا اقتراح العلاقة الحميمية. وفي التعريف هنا ملي كيقولوا الزواج انت ترابط و هنا في الولاد كيقولوا بأن الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام مزيان، غاية الإحصان والعفاف، هذه الغاية الأولى، تبقى غير الإحصان والعفاف، هذا هو ما وإنشاء أسرة مستقرة، حنا تقترحوا باش تكون أسرة سعيدة ومستقرة، باش يكون أساس الاستقرار هو السعادة اللي كيشعر بها الطرفين، ماشي أساس الاستقرار واحد الوضعية قصرية. لا يجد احدهما، هي وضعيه بائسه ولكن مستقره، بحال ما تكون الوضع في المغرب مستقر ولكن ما يزويش، يعني مستقر قصرا ماشي مستقر لانه برعايه الزوجين، هذا الزوجين. فاضافه السعاده وهذيك في السراء والضراء شحال زوينه كيمكن نديروها هنا، يعني التزام في السراء والضراء ماشي غنجي واحد النهار نقول لك بلاتي شي شويه. إعطاء الحق للمغربي اليهودي أن يبرم، وهنا نرجع للأشياء اللي ذكرها الأستاذ حسن رحوم. شوف إعطاء الحق للمغربي، شتي المعاناة اللي كتعانيها المرأة، حنا دابا نشوفوا دابا حنا مشينا يا أصدقائي كنفكروا دائما حنا نفوسنا وخا يساريين بالعقلية ديال المغربي المسلم، ونسينا المغربي اليهودي والمغربية اليهودية. هذه المدونة ما كتسريش عن كتسريع المسيحي المغربي، كتسريع لعديم الديانة المغربية اللي ما عنده حتى شي ديانة، كتسريع ليه، كتسريع اللاجئين، كتسريع لهم البدوانة، ولكن لا تسريع على المغربي اليهودي، المغربية اليهودية، ويسري عليها قانون العبري المغربي. يلا نقول لكم مثلا بعض مواد هذا القانون، منع العزوبة، منع العزوبة، العزوبة حرام الشريعة العبرية بلا نعطي أمثلة، منع الزواج بغير اليهودي، ممنوع عليها أن تتزوج بغير اليهودي. سن الزواج 15 سنة بالنسبة للفتاة، 18 بالنسبة للذكر. إجبار الأرملة على الزواج من شقيق زوجها الأكبر، ما عندهمش الإجابة والقبول والرضا إلى آخره. هذه يسميها لي فرانس يعني كيسموها الى اخره الى اخره. لي فيرات ايوا المهم بدون رضا بالحقيقه اي الى اخره. نطالب مثلا بوضع مطبوع فورمولا خاص بعقد الزواج. واش عمركم بالنسبه للمتزوجين راه قريتوا عقد الزواج اللي عمركم حليتو؟ كتخليهم مسدود سيروا قراو فيه اشياء مهينه. واش بيك ولا تايب؟ واش خرج؟ واش دخلنا في هذا؟ وبواحد اللغه بعدا ما كيفهمش لا الالتزامات ديالو، لا الالتزامات ديالو ولا خصنا واحد القضيه الاوراق الثبوتيه اللي بغى يتزوج نصوبوا ملف ديال الزواج فيه الأجرة ديالو، فيه الخدام، شحال من واحد كيتزوج كيقول لمراتو أنا رئيس المستشفى، أنا مدير المستشفى، طبيب كذا، ملي كتزوج كتلقاه في رملي، وراه ماشي، أو كاين واحد العدد ديال النصب كيتم خاص كلا الطرفين. واش ما عندنا حتى حاجة اللي كتضمن أن هذيك اللي غتزوج بشي واحد لاكارت ناسيونال ديالها يشوفها ولاكارت ناسيونال ديالو
تشوف تشوف هاي فيها سمينة. نعم سمينة. لا ماشي على المهنة، تعرف غير السن من بعدها واش داير شي زمان ولا لا. جلسة الإرشاد الطبي والاجتماعي إجبارية لفائدة المقبلين على الزواج إلى غير ذلك، وثيقة خاصة حول الممتلكات، إخراج السكن من القسمة بعد الإرث إلى آخره، اعتبار العمل المنزلي إلى غير ذلك، ضمان زواج المسلمة بغير المسلم، ضمان زواج المسلم بغير المسلمة سواء كانت كتابية أم لا، حق التوارث بين الأزواج رغم اختلاف الديانة. بالنسبة للولاية ما غنحتاجوش الولاية، خص غير انسجام مع التعريف ديال عقد الزواج بأنه كان برعاية الزوجين. جعل الولاية بيد الزوجين معا أثناء قيام الزوجية وفي الطلاق تولي الولاية عند الحاضنة. ما بغيتش ندخل التفاصيل. التزام المرأة بالآب من الأشياء التي نطالب بها، وتقولها صراحة لأن نحن لا يعني لا نحيا بأحد هان ولا. التزام المرأة بالإنفاق على الأسرة، هذا شيء واقع، أمر واقع، نحن نريد ترسيمه فقط. إلغاء زواج التفويض أي عدم تحديد السباق، حذف الولاية، ما بقى عندها معنى دابا لأن ديك اللي كيكتبوا الولاية عند الاقتضاء، حذف المقتضيات التي تربط السباق بين العلاقة الجنسية، إلغاء التمييز بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن، عملي لا ما كاينش، خصنا غير نحيدو، الطلاق الرجعي عمليا ما بقاش. لأن عملية كيتم التصفية ديال مؤسسات الزواج كلها. إلغاء طلاق الخلع لأنه بيع وشراء. تخصيص أماكن ملائمة لزيارة المحضون. النظام ديال الطلاق كله يولي إما نسميه الطلاق أو نسميه الطلاق والتطلاق. أما هذيك الأنواع المختلفة ديال الطلاق، حذف مقتضى المادة 148 بالنسبة للبنوة غير شرعية، مصير الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج، اعتماد الخبرة الجينية لجميع الأشياء الأخرى، الحمل، العدة، الاستبراء، كذا، ماشي غنبقاو نقولوا دابا حنا النسب غنخدعوا الإقرار والفراش والشبهة، وحنا عندنا الخبرة الجينية. الشألية هي ممكنة، كنا حنا اللي كنقولوه هو غادي ننقلوها المبدأ، وبالتالي غنحيدوا هذاك المسائل الأخرى اللي كاينة إدارة فيها. غتولي ملزمة وغتولي هي ماشي غير ملزمة، ملزمة وغتعفينا من الأشياء الأخرى، أي غتحل محل الأدوات الأخرى. طبعا كيحل مشاكل ديال زواج الخارج، فما كاينش فرصة باش نفصلوا فيها وكذا، وحل مشكلة الفصل 400 حتى لا تظل المدونة محتجزة في دهاليز الماضي. لم لا يسمح الوقت بأن نفسر في هذه الأشياء، ولكن إذا كان في النقاش بغير